طيب نتيجة الوقت الواحد بيحب كان يحكي تفاصيل كتير، لكن هقول لك حاجتين تدعم القصة بتاعت أنيس إنه فضل الأهلي وضحى بفلوس. أنا كنت في لجنة الكورة، مانو جوسيه بيتكلم وبعدين جاب سيرة أنيس بجلبان، قلت له أنت عايزه؟ قال لي تعرف؟ اللجنة قالت أوكي، وإحنا في اللجنة هما اتنين اللي خلصوا وإحنا في اللجنة، أنيس بجلبان والكابتن أحمد فتحي. فرحت عامل مكالمة لأنيس بجلبان، كنت جبت نمرته. يا كابتن أنيس أنا فلان الفلاني، أنا في لجنة الكورة بناخد القرار دلوقتي، تحب تلعب في الأهلي؟ قال لي طبعا. قلت له خلاص ده قرار؟ قال لي طبعا. قلت له خلاص هنقطع لك التذكرة، هنبعتها لك، هتيجي مصر. لما وصل مصر في المطار لقيت إن في ثلاث أربع أشخاص إحنا ماشيين ورايحين على فندق الإقامة في فندق أم كلثوم في أبو الفدا، وهم ورانا. طلعنا، طلعوا ورانا ومعاهم حد يعرف أنيس، دخل أوضته، أنا عايز أخلص. دخلوا قاعدين بقى وبعدين مين تحديدا؟ لا معرفهمش. آه. فيهم حد يعني يعرف أنيس بس اتنين تانيين أنا معرفهمش. لكن واضح إن هم كانوا جايين من نادي منافس بيكلموه، كل ما طلع العود بتاع يوم يبصوا لأنيس ويفتحوا موضوع تاني. الأذان الفجر أذن. أوه. قلت له بص يا كابتن انيس، صوت عالي بقى، انا هصلي الفجر، مش عايز مخلوق في الاوضه دي غير انا وانت. اذا كنا عايزين نخلص هخلص صلاه الفجر، مش عايز مخلوق في الاوضه دي غير انا وانت، وهحط لك العقود. بعد خمس دقائق همشي. فضحك، خلصت صلاه الفجر، استاذن الناس كلها، طلعت له العقود، راح ماضي من غير ولا كلمه الراجل. ولا كلمه، لانه قال لو كانوا عرضوا عليا مليون دولار زيادة برضو كنت هختار الأهلي. في سنتين ونص أنيس بوجلبان سبع بطولات مع النادي الأهلي. هذا النسر العاشق يعيشك يا أنيس.